السؤال: إذا كان للرجل حور العين في الجنة فما أعد الله للمرأة؟ المرأة لها في الجنة كل نعيم أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولأوليائه المتقين، فلها في الجنة خدم يقومون على خدمتها، وهي مع زوجها في الجنة، وتتلذذ بصنوف المنن وأنواع النعم التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة، فإن نعيم الجنة للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.